ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كل سنة طيبين. فات سنة، السنة اللي فاتت كنا بنعمل حلقة كل يوم في رمضان بعكس المعتاد إنها مرة في الأسبوع. فات سنة، بقول لكم تاني كل سنة طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بخير ونطلع من رمضان بالثواب، ما نطلعش من رمضان تعبنا من غير ثواب. فربنا يكرمنا يا رب جميعا. هنقسم فقرات رمضان لثلاث فقرات. الفقرة الأولى اسمها أحلى الكلام، الفقرة الثانية فقرة طبية أو نصائح خلي بالك، وبعدين رسالة من رسائل القراء اللي احنا هنقراها ومتعودين عليها. نبدأ بأحلى الكلام. كان سني 14 سنة، فاكر كويس جدا، ورحت لأبويا رحمة الله عليه، وكنا ابتدينا بقى نصوم شباب. الصيام على فكرة الصيام عبادة من الصعب واحد يتخلى عنها، ده نعرف ناس ما بتصليش لكن لازم تصوم. ليه؟ الله يعلم. بلاش، تعال شوف الخناقات اللي في العيادة يوميا. لما اقول لعيان افطر لا يمكن، وفين لما اقتنع؟ فانا رحت لابويا رحمة الله عليه كان سنة 14 سنة، قلت له احنا بنصوم ليه؟ طبعا اللي احنا عارفينه كلنا واللي مش عايز مناقشة ان العبادات ما فيهاش ليه. طب بصلي الظهر 4 ركعات ليه؟ طب ما اخليهم 3، ما فيش ليه. طب ازاي اطوف والكعبة على شمالي؟ ده احنا كل حياة المسلمين يمين. طب ليه ما تبقاش كعبة على يميني وانا بطوف؟ لا بنطوف وكعبة على شمالي. ليه؟ ما اعرفش. طب ده المغرب بيدن وانا في عرفة، طب ما اصلي المغرب؟ لا هتصلي في مزدلفة. في العبادات مفيش ليه، لكن قصاد كده اعمال العقل. اعمال العقل ده مهم جدا، ده امر من الله في القرآن اتكرر كتير جدا. افلا يعقلون كم مرة، افلا يبصرون كم مرة، يتفكرون كم مرة. فاعمال العقل عند ربنا مهم جدا. انما عبادات هعملها ولا مش عارف تفسيرها. كان في واحد مرة بيقول لي انت فاكر لما تلمس الارض كده وتسجد انت عملت حاجة؟ قلت له حضرتك بتمسك التليفون وتضغط عليه مرتك ترد، ايه اللي حصل؟ قال لي معرفش. قلت له انا لما دي بتلمس الارض معرفش ايه اللي حصل، مش لازم اعرف ايه اللي حصل، في حاجة حصلت لما دي لمست الارض. ففي العبادات مفيش ليه، لكن ابويا جاوبني اجابة ما عجبتنيش، بيقول لي عشان تحس بالفقير في الحال. واي حد بالفطرة تقول طب الفقير بيصوم ليه؟ طب ما كيبقى الصيام فرض على الاغنياء فقط، انما الفقير بيصوم ليه؟ قعدت من 14 سنة سني الى لما وصلت 34 سنة، سن 34 سنة قعدت افكر ليه بنصوم. في بيوت بتربي ولادها على كلمة عيب، وفي بيوت تانية بتربي ولادها على كلمة حرام، ايهما افضل؟ اما اقول له الخمر عيب يا ابني، طب ما هيروح انجلترا الخمر مش عيب وعادية. اما اقول له الزنا عيب يا ابني، اما يروح امريكا هيلاقي دي حاجة عادية جدا، لكن لما اقول له حرام العمر كله وفي اي مكان. فسبحان الله، ده فكري والله يعلم، اعمال عقل. ربنا 30 يوم في السنة بيربينا على ايه؟ على كلمة حرام. يوم يعمل ايه؟ يحرم الحلال، يحرم الحلال. الزنا حرام، والزوجة حرام في رمضان، الخمرة حرام، والمية حرام في رمضان، وهكذا. فتحريم الحلال يبقى فيه العبودية، تحس بالعبودية. لكن الخوف، كل الخوف من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رب صائم ليس له من صيام غير الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيام غير السهر. يا نهار ابيض، 18 ساعة مانع نفسي عني ما اخدش ثوابهم؟ هل هذا عقل؟ هل هذا يوافق المنطق؟
عشان كده الصيام، انا رأيي ان نصوم طول العام، طول العام ده تمرين، 30 يوم دول بس تمرين عن الغيبة والنميمة والنظر والسمع والكلام اللي ملوش داعي، اللي احنا قاعدين ناخد بيه عقوبة وانت مش داري. نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله.